بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وأبدا. نكمل إن شاء الله مع الجزء الثاني من لقائنا اليوم، وما زلنا نتحدث عن انفرادات حفص. ما زلنا نتحدث في موضوع انفرادات حفص. أعطيناكم في الجزء الأول بعض الأدوات التي تعين على فهم هذه الانفرادات، لأنه الانفرادات هي مجرد سرد، يعني ما فيها شيء تعمليه غير انك تسردي وتحفظي، تمشي وتحفظي. فاذا ما كان عندك قراءات ستجدي ان المهمه ثقيله قليلا، او ممكن انه المعلومه لانك ما دخلتي لها من اكثر من جانب ستجدي انك المعلومه يمكن ما تلزق من اول مره. فاما تستخدمي جهد كبير بالتكرار، اما حتستخدمي جهد كبير في التكرار، او حتستخدمي محاولة ربط بعض الأمثلة المشتركة مع وحدات سابقة، بس بالآخر حترجع تحفظي. أما لما نبدأ نقارن بمعنى آخر، إني أنا أدور على القراءات الأخرى ماذا فعلت في هذه الكلمة، المعلومة بكون دخلتها من أكثر من زاوية، فأنا فعليا شو بكون عملت؟ بكون هاي المعلومة تثبتت عندي وسهلت علي حفظها فيما بعد، بحيث حتى ما بحتاج أحفظها مصمتة كما هي في الكتاب هنا بس مجرد سرد، وإنما أيضا بحفظها من مكانها وماذا حدث فيها في الأصل. فنحن وصلنا إلى الأمثلة التي فيها معي، وهنا تتحدث كلمة معي الآن، وهي من الفرد حص بفتح الياء فيها. ولاحظوا إنه هاي نفس الأمثلة اللي وردت في صفحة 285 من الكتاب في موضوع أصول رواية حفص. 285 في أصول رواية حفص، النقطة الرابعة من الكلمات التي فيها خلاف بين القراء، ومنهم من قرأها بدون فتح ومنهم من قرأها بالفتح. فهي هذه الكلمات التي استثنيت من التي اتفق عليها القراء، فهي كتب ثم ذكر الكلمات التي وقع فيها خلاف بين القراء دون المتفق على فتحه. فإذن هي نفس الأمثلة الموجود في أصول الرواية صفحة 285 النقطة الرابعة، فبس عشان تربطوا الأشياء إنه هاي وين وردت معنا. شوفي كيف إنه مجرد إنها وردت معك سابقا سهلت عليك معرفتها. فإذن هي القراءة الأخرى أن لا تكون مفتوحة، هيك سهلت علينا نعرف القراءة الأخرى أن لا تكون مفتوحة. طيب نروح على كلمة اللي بعدها الرقم 8، كلمة إحنا عنا تلقفوا. الفكرة فيها مرة تانية قلنا إنه مصحفنا أوردي مكتوب في رواية حفص، فبالتالي لما أنا أجي أقرأ وأجي أقارن هاي الجملة مكتوبة انفرد حفص بتخفيف القاف وتسكين اللام، طب ما هي هيك مكتوبة، أوردي مكتوبة هيك، فبالتالي أنا مش عارف شو بالضبط صار بهذه الكلمة، أو مش فاهمة شو أبعاد هذه الكلمة. فلو رحنا على هذه الصورة في قوله تلقف، إحنا قرأ عنا حفص عن عاصم تخفيف القاف وأسكان لام. كلمة تخفيف القاف معناته كانت مشددة عند غيره، قرأها بالتشديد. مثلا أمثلة من القراء الآخرين، البزي عن ابن كثير قال قرأها بفتح اللام، طيب معناته لا تلق، وتشديد القاف تلقف مع تشديد التاء وصلا ويبتدأ بها مخففة. إذا وصلاً أكيد فيها حكم شددها وصلاً معناته في حكم وما سبق، ولكن هي الفرق الخلاف هو موجود عندنا باللام والقاف نفسها، اللام مفتوحة والقاف مشددة عند البزي يعني من كثير. طب حفص إذا تخفيف اللام، باقي الرواق قرأوها بفتح اللام وتشديد القاف، فإذا هي عند غير حفص تقرأ بتشديد القاف، لما تشدد القاف أكيد ما في التقاء سكنين فهتكون اللام مفتوحة. طب نروح للي بعدها، قالوا معذرة إلى ربكم. لاحظ لما نحكي بالنصب معناته هاي حركة إعراب، إذن هاي مش زي هون فتح التاء مجرد حركة على التاء، حركة على الحرف الأول والثاني مثلا فتح التاء أو فتح الحاء. لما نتحدث بالنصب فنحن نخص الحركة اللي موجودة بآخر الكلمة، وهذه لها سبب إعرابي. لماذا ذهبنا إلى النصب؟ إلها سبب إعرابي، بصير موضعها مختلف في الإعراب. فانفرد حفص بالنصب في معذرة مع التنوين، مش بس نصب وتنوين، معناته فيها حركة النصب معناته عند غيره مش موجودة بالنصب زائد التنوين. طب شو هاي موجودة بالأعراف 164، نشوف 164 ماذا تقالت عن هذه الكلمة عند غير القراء. ورش عن نافع مثلا قرأ بالرفع معناته ضم فوق التاء مع ترقيق الراء وفتح حاء التأليف. طيب إذا قرأ بالرفع مع ترقيق الراء وفتح حاء التأليف. حفص عن عاصم قرأ بالنصب مع تفخيم الراء وفتح حاء التأليف.
طب أي هاء تأنيث نحكي عنها؟ الكسائي قرأ بالرفع مع تفخيم الراء وصلاً، وإمالة هاء التأنيث وقفاً مع ترقيق الراء. لاحظوا وقف عند الكسائي غير الوصل. باقي الراء قرأوا بالرفع مع تفخيم الراء وفتح هاء التأنيث. طيب إذن هاي المعذرة، هذه كيف قرأوها؟ وقفاً ووصلاً. فإذا الفكرة إنه في هناك من قرأها بالرفع. طيب نيجي للكلمة اللي بعدها. بس على هاي الملاحظة، هاي الملاحظة جاي من أول الانفرادات هذه، أن هذه الانفرادات هي ما ذكر هنا هي انفرادات في كلمات، ولكن هي هناك أيضا انفرادات في التركيب ذكر منها فقط مثالان في الكتاب عندنا، وهي والشمس والقمر والنجوم. لاحظوا نصب الشمس والقمر ورفع النجوم، معناته هي جملة جديدة. والشمس والقمر تابعة على شيء سابق تستدعي النصب، أما والنجوم مسخرات معناته هذه جملة كاملة، فانفرد بهذه التركيبة. وإن هذان لساحران انفرد بتخفيف إن مع قراءة هذان بألف وتخفيف النون، فبالتالي هذا أيضا من مختصر، هذا تركيب يعني الجملة كاملة غيرها وليس فقط كلمة أو كلمتين. فهذه التركيب أعطانا من المرجع اللي بدنا نرجع عليه إذا كنا حابين نعرف أيضا التركيب، ولكن هو أعطانا فقط مكانين لهذول التركيب اللي اختلفت فيها. فالشمس والقمر كانت تابعة عربين لما السابق، والنجوم كانت مرفوعة فبداية جملة جديدة. وإن هذان لساحران معناته إن ساكنة، هذان برفع الألف يعني معناته المثنى مرفوع وتخفيف النون. طيب طيب الإنفراد التي بعدها نيجي لكلمة موهن كيدي. انفرد حفص بضم النون موهن دون التنوين، معناته في غيره قالوا، فبما أنه قال بدون التنوين معناته في غيره كان في تنوين. وكسر الدال كيدي، موهن كيدي في حفص موهن، فلما تصير موهن في غير حفص مع تنوين بتغير موقع كيد من الجملة. فخلينا نطلعها في سورة الأنفال الآية 18. موهن نافع أبو جعفر ابن كثير ابن عمرو قرأوا بفتح الواو وتجديد الهاء مع التنوين. فتح الواو معناته موهن موهن. طيب ففيها فتح الميم، عفوا فتح الواو وتجديد الهاء مع التنوين، فبدل موهن بتصير موهن بتصير موهن. طيب حفص عن عاصم قرأ بواو مدية وتخفيف الهاء وترك التنوين. باقي الرواة قرأوا بواو مدية وتخفيف الهاء مع تنوين. فإذا معظمهم قرأوها زي ما قرأها حفص من ناحية موهن لكن بتنوين موهن. طيب طب شو صار على كيد؟ كيدي قرأها حفص عن عاصم بالخفض، بالخفض يعني بالجر، وباقي الرواة قرأوها بالنفس. فإذا كان هنا في تنوين موهن بدها تصير كيدة، هذا مكانها إعرابيا، يمكن أنا لا يخطر للإعراب الآن، لكن إذا كان في تنوين هتكون هاي مفتوحة. أما في رواية حفص قرأها بمد ثم بكسر الدال بعدها. طيب متاع الحياة الدنيا انفرد حص بنصب العين. لاحظوا مرة تانية حكى نصب، شو معنى نصب؟ نصب العين يعني حركة آخر حرف، حركة آخر حرف. ولماذا حرك بالنصب؟ لأنه الكلمة لها إعراب آخر، لكن ما زالت هذه الكلمة ما زالت ضمن المقبول باللغة العربية، توافق قواعد اللغة العربية، كل قواعد القراءة المقبولة متفقين إنها تنطبق عليها. طب ما كيف هي عند القراء الآخرين؟ متاع الحياة الدنيا في قرأها غير حفص قرأها بالنصب، غيره قرأها بالرفع، فموضح الإعرابي أن تكون متاع عند غير حفص. فإذا قرأها بالنصب معناته غيره قرأه شيء آخر، الآخرين قرأوها بالرفع بمتاع الحياة الدنيا، هكذا قرأوها، أما حفص بنصب العين. طيب ويوم يحشرهم انفرد حفص بقراءته بالياء. طيب بقراءته بالياء في كلمة يحشرهم، ما هي الكلمة الموجودة عند باقي القراء؟ نذهب إلى الكلمة قرأها حفص عن عاصم بقراءة الياء الغائب، وقرأوا الباقي بنون العظمة.
قرأ الباقي بنون العظمة. فهي هم كاتبين باقي القراء بما ذكروا، فقالوا هم باقي القراء نحشرهم، بينما حفص قرأها بالياء. طيب، من كل زوجين، هاي من كل زوجين، هاي مرت معنا وين؟ مرت معنا في الكلمات المنونة، إنه بدنا ننتبه لها، مرت معنا في التنبيهات. طيب، من كل زوجين في سورة هود والمؤمنون موجودة، كيف قرأها حفص؟ انفرد بتنوين اللام، معناته باقي لاحظي حكى تنوين، معناته الحركة ظلت زي ما هي، باقي القراء قرأوها بالكسرة، لكن هو قرأها بتنوين، التنوين هو ما اختلف لديه. طيب، يا بني، انفرد حفص بقراءته بالياء هنا، وفي يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها أن تقول لقمان وما إلى ذلك، هذه قرأها كلها بيا بني، أي الياء اللي هي ياء الياء اللي بآخر الكلمة، أكيد مش ياء الأولى، يا بني قرأها بفتح الياء. طيب، سؤال، الآخرين ماذا قرأوها؟ نروح لسورة يوسف، قرأها حفصة عن عاصم بفتح الياء، باقي الرواة قرأوها بكسر الياء. لاحظي ما غيروا الحركات الأولى، يعني ما صارت يا بنية مثلا، يمكن هيك منتوقع لأنه مرت معنا في يعقوب مثلا عنده عدد أبناء كبير، فيا بنية مثلا هيك منتوقع، يمكن هيك بتخيل الكلمة صارت، لكن هم قرأوا يا بني بكسر الياء، باقي الرواة قرأوها بكسر الياء، وهكذا في هذا الموضوع. طيب، نيجي للكلمة اللي بعدها، قال تزرعون سبع سنين دأبا، انفرد حفص بفتح الهمزة، لاحظي أي همزة؟ عم نحكي عن الهمزة هنا. طيب، لاحظ الحركة على الهمزة، ماذا قرأها غيره من القراء؟ قرأ أبو جعفر السوسي عن أبي عمرو، قرأ بإسكان الهمزة وإبدالها ألفا وصلا ووقفا، سكن الهمزة وإبدالها ألفا، فإذا فيها إبدال. حمزة قرأها بإسكان الهمز وإبدالها ألفا بس وقفا، باقي القراء قرأوا بإسكان الهمزة وصلا ووقفا، يعني قرأوا الهمزة الباقي الرواة غير من بدل الهمزات، فباقي الرواة قرأوا بإسكان الهمز وصلا ووقفا، فقرأوها دأبا مش دأبا. طيب، نروح للكلمة اللي بعدها، إلا رجال نوحي، انفرد حفص بقراءة نوحي بالنون وكسر الحاء. طيب، كيف قرأها الرواة الآخرين؟ ورش عن نافع قرأ بالياء المضمومة يو مع فتح الحاء يوحى. طيب، فإذا قرأها مبني للمفعول. طيب، الحفص قرأها نوحي مع نون العظمة مع كسر الحاء ومبنية للفاعل، حمزة وخلف قرأوها بالياء المضمومة مع فتح الهاء أيضا مبنية للمجهول، باقي الغرواء قرأوا بالياء المضمومة مع فتح الحاء مبنية للمفعول. طيب، فبالتالي بدل نوحي يوحى كتبوا، وملك أو يوحي نوحي أو مع فتح الحاء، بما أنهم فتحوا الحاء معناته هاي تحولت أيضا إلى ألف، يوحى بالمبنى المجهول. أما في عند حفص قرأها بالنون نون العظمة وكسر الحاء، فمعناتها مبنية للمعلوم، صارت معروف من الفعل. طب، وما كان لي عليكم من سلطان، انفرد حفص بفتح لي صارت وما كان لي عليكم، لي عليكم من سلطان، انفرد حفص بفتح الياء في كلمة لي، هذه أيضا ممكن تكون مرت معنا في المواضع اللي موجودة في أصول الرواية. وجب عليهم بخيلك ورجلك، رجلك لاحظوا إنها مكسورة. طيب، عند غير حفص في سورة الإسراء كيف قرأوها؟ قرأها حفص بكسر الجيم ورجلك، وباقي الرواة قرأوا بسكون الجيم ورجلك. طيب، الفرق بين المعنيين بالقراءات بدكم ترجعوا لبعض التفسير اللي تتحدث عن هذه الكلمة. طيب، عوجا قيما عندنا هنا سكت مرقدنا، هذا في سكت
من أراق في سكت، وبل أوران في سكت. انفرض حفص بالسكت على هذه الألفاظ الأربعة. إذن هذه السكتات واجبة وفقط موجودة لدى حفص. هاي مرت معنا بالسكتات، ما راح نكمل عليها. هنا لمهلكهم ومهلك، انفرد حفص بفتح الميم وكسر اللام، مهلك. طيب مهلك، مهلكهم، لمهلكهم. طيب كيف قرأها القراء الآخرين؟ بالضم، مهلك. لمهلكهم قرأ شعبة عن عاصم، قرأ بفتح الميم واللام الثانية. طيب لمهلكهم تطلع، لمهلكهم يمكن أن يكون اسم مكان. حفص قرأ بفتح الميم وكسر اللام، مهلكهم اللي هي المعنى. قرأ والباقي الرواه قرأوا بضم الميم وفتح اللام الثانية، لمهلكهم. طيب فاللي متعود على هذه القراءات يمكن يكون سلس الموضوع عنده أكثر، فإن شاء الله ربنا يعطينا ما يرضيه عنا. طيب انفرد حفص هنا بضم الهاء، هنا تحدثنا عنها في موضوع هاءات الكناية. هاي المثال مرة تاني موجود عندنا في هاءات الكناية، فما رح نعرج عليه كثير. تساقط هذه الكلمة في سورة مريم، انفرد حفص بضم التاء وتخفيف السين. لاحظوا ضم التاء هاي حركة، معناته ما التاء ما زالت موجودة عند القراء الآخرين. تخفيف السين معناته كانت مشددة عند غيره. كسر القاف إذا كانت في هناك حركة أخرى عند غيره. طيب نشوفها عند باقي القراء شو كانت؟ كانت تساقط، تشديد القاف وفتح التاء وحاجة ثالثة فيها تساقط. طيب بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، الله يجزيك الخير. آمين. بس اللي ما عندوش قراءات بده يضل ماشي بالسليم عشان ربنا يعيننا. طيب يعقوب قرأ بالياء على التذكير وتشديد السين وفتح القاف، شو بدها تطلع؟ يساقط. يساقط. ضلت نفس الكلمة بس بالياء قرأها يعقوب. حفص عن عاصم ضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف حكيناها. حمزة قرأ بفتح التاء على التأنيث، ما زالت تساقط والقاف وتخفيف السين. بس لاحظ لاحظي حكى فتح التاء تاء والقاف أيضا فتحها فطلعت عنده تساقط. لاحظي باقي الروا قرأوا بالتاء على التأنيث ضلت، بس شددوا السين وفتح القاف فصارت لا فتح التاء تساقط. ما في فتح التاء بالتاء على التأنيث. صح. تساقط. نعم. فصار فيها تجديد فتح القاف وهنا تاء التأنيث، تاء التأنيث نعم تكون مفتوحة في بداية الكلمة. بارك الله فيك. طيب نكمل على قال ربي، قال ربي احكم. انفرد حفص بفتح القاف، طيب قاف واللام وألف بينهما، معناته عند غيره كانت قل، هنا قال بينما غيره. لاحظوا أنه ألف بينهما معناته عند غيره من القراء ما في حرف بينهما، فهي قل بتكون عادة. طيب سواء انفرد حفص بنفس بالهمزة، معناته هنا في عندنا نصب، ولاحظوا أنه نصب منون. ما الموجود عند غيره من القراء؟ هشام عن ابن عامر حمزة قرأ بالرفع مع تحقيق الهمزة وصلا، ووقف بإبدال الهمزة مع حرف مد من القصر، وله التسهيل بالروم على المد والقصر. حفص عن عاصم قرأ بالنصب، إذن هي عند حفص عن عاصم سواء. الباقي القراء قرأوا بالرفع مع تحقيق الهمزة وصلا وقفا فصارت سواء، سواء. طيب سواء معناتها تابعة إعرابية لما قبلها، سواء وكأنها بداية جملة جديدة. طيب فهنا في عند حفص هي تابعة إعرابية لما قبلها سواء، ولها هذا التنوين. طيب والخامسة انفرد حفص بنصب التاء، معناته والخامسة. طب عند غيره من القراء قرأها حفص عن عاصم بالنصب مع فتح التانيث، قرأ الكسائي بالرفع. طيب والخامسة باقي الرواة قرأوا بالرفع مع فتح التانيث. اللي بعدها ويتقه، انفرد حفص بتسكين القاف وكسر الهاء دون إشباع. دون إشباع شو معناته؟ معناته لا يوجد مد صلة،
دون إشباع، يعني لا يوجد مد صلة بعد الهاء، هاي بيسموها دون إشباع، فإذا معناته ما راحت على إشباع، ما فيش مد صلة فيها. طيب غيره من القراء كيف قرأوها؟ قوله ويتقه، عندنا قالون عن نافع عن يعقوب قرأ بقصر الهاء الضمير مع كسرها، ففي فيها قصر الهاء يعني لا يوجد مد صلة، ولكن أيضا قصر الهاء، عفوا كسر الهاء وقصر هاء الضمير، فإذا في هنا كسرة عند قالون عن نافع عن يعقوب. ابن وردان عن أبي جعفر وأبو عمرو الشعبة عن عاصم قرأ بسكان هاء مع كسر القاف، بسكان هاء الضمير مع كسر القاف. هشام بن عامر قرأ بقصر وإشباع، طيب فإذا هناك من قرأها بقصر وإشباع هاء الضمير مع كسر القاف، وهكذا. فالآن فيها قراءات مختلفة، فما تستطيعون صرفا؟ قرأ انفرد حفص بقراءتها بالتاء، فغيرهم القراء الغالب إن قرأوها بيستطيعون، بس بما أن عملنا المنهجية إنه نشيك، خلينا نشيك على هذه الآية أيضا. تستطيعون حفص عن عاصم قرأها بتاء الخطاب، وباقي الرواه قرأوها بياء الغائب يستطيعون. طيب كسفا قرأوا هذه الموضعين، انفرد حفص بفتح السين فيهما، أما ماذا فعله باقي القراء؟ حفص عن عاصم قرأ بفتح السين، هي التحديد هو السين، كسفا، باقي الرواء قرأوها بإسكان السين فقالوا كسفا بإسكان السين، هذا اللي باقي الرواء. طيب واضمم إليك جناحك من الرهب، انفرد حفص بفتح الراء الرهبي وسكون الهاء، الشد ما حكى عنها، معناته الشد موجود عند باقي القراء، بس هي حركة الفتح وسكون الهاء الرهبي. طيب ماذا قرأها القراء الآخرين؟ ابن عامر شعبة عن عاصم حمزة أو الكسائي وخلف العشراء وخلف العاشر قرأ بضم الراء، فالرهبي مش الرهبي، رهبي. حفص عن عاصم فتح الراء وسكون الهاء، باقي الرواة قرأوا بفتح الراء والهاء، الرهب. طيب ففي من قرأها بالضم، في من قرأ حفص قرأ بفتح وسكون، هناك من قرأها بفتح الاثنين رهب. طيب لآيات للعالمين قرأ انفرد حفص بكسر اللام، للعالمين، للعالمين، لآيات للعالمين، معناته هي جمع عالم وليس عالم. طب ماذا قرأها الرواة الآخرين؟ الحفص عن عاصم قرأ بكسر اللام، باقي الرواة قرأوها بفتح اللام، فبتطلع عند القراء الآخرين للعالمين، العالمين اللي هو جمع البشرية. أما للعالمين هذه بمعنى جمع العلماء. طيب لا مقامة، حفص انفرد بضم الميم، ماذا قرأها الرواة الآخرين؟ قرأ حفص بضم الميم وقرأها باقي الرواة بفتح الميم، مقامة لا مقامة، أما حفص قرأها بضم الميم مقامة. طب ولي نعجة ما كان لي من علم، إذا انفرد حفص بفتح الياء فيهما، لاحظوا هتلاقوهم برضو مرة تانية موجودين في الانفرادات حفص اللي موجودة أيضا في أصول الرواية. طيب فهذه الموجودين. طيب فأطلع، فإذا بنصب العين قرأها هنا حفص فأطلع إلى إله موسى، فانفرد حفص بنصب العين، كيف هي مع باقي القراء؟ قرأ حفص بنصب العين فأطلع وتحقيق الهمزة، حمزة قرأها بالرفع مع تسهيل وتحقيق الهمزة وقفا فقط، باقي الرواة قرأوها بالرفع فأطلعوا، بالباقي القراء وتحقيق الهمز فأطلعوا، فالفرق أنه حفص نصبها مرة أخرى، سبب إعرابي ولها معنى إعرابي ويتغير معنى الآية تبعاً للإعراب، ولكنها كلها لها رواية وكل موافق للغة العربية. هلأ بالغ أمره، حفص انفرد بعدم التنوين، معناته الحركة ظلت زي ما هي ولكن موضوع التنوين، وبعدها في كلمة بالغ كسر الراء في أمره، لما تكون بالغ أمره بتكون هذه مكسورة، أما لما تكون بالغ أمره الراء بدها تكون مفتوحة. خلنا نتأكد منها، الطلاق في الآية قرأ حفص بترك التنوين، قرأها بالغ، باقي الرواق قرأوها بالتنوين. طيب لما قرأوا بالتنوين
أمره هل هي مضموع؟ ورش قرأ بالنقل، بيحكوا عن الهمزة عند ورش. خلف بحكوا عن الهمزة. خلاد بيحكوا عن الهمزة. خلينا الكلمة نفسها قرأها حفص بالخفض يعني بالجر، أمره. باقي الرواة قرأوها أمره، فبالغ أمره عند باقي الرواة. طيب، هم علقوا شوي على الهمزة عند القراء اللي بيغيروا الهمزات، لكن بالغ أمره بالضم والكسر، بينما غيره بالتنوين. نزاعة للشواء بالنصب بدل الضم، نزاعة. وكفوا أخذناها سابقا إنها مبدلة عن همزة عند غيره يهمز. هيك إن شاء الله نكون خلصنا موضوع جميع الانفرادات حفص، وإن شاء الله نلتقيكم في لقائنا الأخير المرة القادمة على خير بإذن الله، مع الجزء الأخير اليوم، ونكمل مع الدورة المتقدمة كاملة. نبحث مسائل فقهية تتعلق بالتلاوة وأداب الختم، هذا موضوع سريع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعينكم على كل خير. نلقاكم بعد قليل.